الاخوان بالنسبه لهذا الجسر الناشد الاخ الشيخ المحافظ اسعد العيداني المحترم ان التفات لهذا الجسر. اولا ازدحام ودوائر وهاي الشعيبه منه هذا ناقل يعتبر هذا حي وجسر حي وهذا ناقل وازيد شيء يصير حوادث وهذا الشيء جاي تتعرض هاي الاطارات السيارات لهذا الشيء شو حوادث بعدين هاي هنا يصير ازدحام وقت الدوام واكو بصمات الدوائر تتعطل من وراء هذا الجسر. فالناشد هنا الحكومه المحليه وعلى رئيسها الاخ الشيخ اسعد العيداني بان حل هاي المشكله وحل هالمشكله هاي ان شاء الله قريبا مو يعني في شيء بايام والله صار لنا بالسنه هذا الجسر يعني يوميه تطلع الى ان الوكل يعني الجسر هسه طلع راح ما بقى شيء الى ان هنا يصير سقوط السيارات وصير كوارث به ازدحامات جايه ازدحامات واضافه حوادث هاي الاطارات جايه تتعرض هاي السيارات الى هاي الحوادث الاطارات والسيارات واختناقات المرور هنا المفروض يجيبون لهم مرور يمشي. هذا الجسر صار لاكثر من بالسنوات يعني علوه به العالم هم ما تدوس عليها تدوس على ذي الصفحه اجوا قصوها وشالوا التبليط وخلوا الشياشه النوبه خلوا سايد واحد راحوا لا بعد ظلت الشياشه تقطعت هسه والعالم محتاره هسه بالعبور ازدحام وحوادث تصير قاعده والعالم تايراتها قاعده تطق بالشياشه روحوا الشياشه شلون مقطعه هسه حوادث اللي قاعد تصير ذاك اليوم هنا حادث انضربوا اثنين بدراجه خطيه ضربهم بسياره بسياره اضطر ياخذ الجهه اليسرى وضربهم اثنيناتهم خذوهم نقلوهم للمستشفى هسه هذا الجسر هسه هذا الجسر ايش قصر لهذا هيك على هالوضعيه على اساس ازمته شركه وتعيد تاهيله صار له يعني فتره كلش طويله تقريبا بالشهر على هاي الوضعيه يعني يجي واحد يشتغل بالجسر واحد يعني شركه تعيد تاهيل جسر وضروري هذا استراتيجي يعني مجرد بس واحد يجي يشتغل يومية ساعة ساعتين ويرجع يعني علي النفط وعلي المصفى وعلي كلها يعني ما يسوونه يعني حاطينهم هاي حدايد وما شنو وعافوني وراحوا صار له بالشهر اي هاي الحدايد بنحطوهن الشيش وما سووه الزحام بالضيم الزحام والله العظيم هسه زين بعد شوي يصير الحل مال الموظفين يصير لك هوسه ما حد يقدر يمشي والله كلش ازدحام وحوادث يعني انا ذاك اليوم تقريبا بالساعتين واقف هنا انا اعبر لان انا داوم بالمصفى مرت الشعيبه يعني طالع الساعه بالاربعة الفجر يعني اوصل الساعه بالستة يعني كلش ازدحام يعني ما يصير هيك يعني شوف ازدحامات بعد ازدحام وين واصل يعني ما يصير هيك يعني وينك يا محافظ البصره هاي الشوارع تفضل هذا حادث في الشارع هذا تمشي عليه السيارات فهذا جسر يغذي البصره يعتبر كله وهذا نفط البصره بعد كلها من الزبير منا وعلى الشعيبه والكل تدري به يعني ومناشدتنا لاسعد العيداني يسوي لنا حل لهذا الجسر هاي السيارات لا تقدر تعبر عليه وتاذينا واحنا هاي بعد قضاء الزبير كل تدري به يعني هو بالخير هو بالخيرات البصره كلها منا على هذا الطريق والجسر مفلش واجى المقاول اشتغل به وعافى هسه لا خلى على وضع الاولي ولا اشتغل بصوره صحيحه وهسه احنا ما ندري ويا من نحكي علما حوادث سيارات تفلشات واحنا ناس على باب الله نروح ونرجع على هذا الخط. Thank you.